السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم حبيت أتحدث معكم على تحديثات حصلت في حياتي ورح تأثر على قناتي. كما تلاحظون طريقة المونتاج هنا متغيرة لأني أحببت أن أجرب هذه الطريقة، لأنه ربما في المستقبل رح أستعمل هذا التطبيق في الإيديتينج، اسمه فيديو ميكر من الهاتف، إلا إذا تحصلت على حاسوب جديد ربما، لا أعلم للآن. وأيضا صورة الفيديو أو الكواليتي الخاصة بالفيديو راح تتغير. أترك لكم بعض اللقطات بالموبايل الجديد وقولوا لي رأيكم. من الأحلى، الأول أم هذه؟ هذه التغييرات لن تشاهدها الآن لأني صورت مجموعة من الفيديوهات أنا بصدد عمل مونتاج عليها الآن بحاسوبي القديم. هذا الفيديو فقط تجريبي، أحببت أن أجرب إمكانيتي في عمل فيديو ومونتاج بالطريقة الجديدة والتحديث الجديد الذي سيحصل في حياتي. أيضا إذا لم أستطع التحصل على حاسوب جديد، لن أستطيع التعديل في الصوت وجعل الصوت بدون ضجيج. المهم قولوا لي رأيكم الصريح بهذا الفيديو في خانة التعليقات، ولا تنسوا أن تعملوا لي لايك على الفيديو، تدعمونا باشتراك، وأحب أن أشكركم لأنه لولاكم لما وصلت لهذه المرحلة. وحبيت أيضا نقولكم دعمكم بالاشتراك راح يجعل عائلتنا أكبر. أحبكم يا أحلى عسولات أسيل، انشروا هاشتاغ حملة توصيل أسيل ديزاد لل5000 مشترك. مع السلامة.